ويلكم باك اجين الشباب والشابات اللي حاضرين معنا في ستريم اند ويلكم باك خايسيك بوي. داس الجيم الاولى ريفانج كونتر ستاردوس جيمينغ. ريفانج كتربحها كانت جيم كلوز وفاينلي ريفانج كيساليو الجيم بطريقه دراماتيكيه همجيه همجيه صراحه. دخلوا على الكنيكسيس ما ضحكوش معاه. سيكند جيم غتكون عندنا ام ار ار كونتر فوكس جيمينغ اكاديمي. سي بوست اللي نشوفوا الروستر ديال لي دو تيم. او قول لنا خايسيك بوي شنو بان لك من البيرفورمانس ديال فوكس جيمينغ اكاديمي لهاد الساعه في اوسي. هاد الساعه اللي في اوسي شنقول لك فوكس جيمينغ اكاديمي تم ناحية ستاند ديالها ما دايرش شي حضور في الاوسي في لا ليغ. ديجا راه دابا في 6 سبوت سو في المركز السادس فوكس جيمينغ اكاديمي ما كيتبينش داك الشيء اللي كنا منتظرين منهم واخا درا يلا بيني، ولكن كنت كان اكسبكتو منهم غادي يقدموا شي حاجه كثر وكثر من هنا القدام. الدراري يلاه بانوا عندهم قدرات عندهم سكيلز عندهم واحد البوتنسيال باش يكونوا واحد لي غون بلاير، مي ناقصهم لا سينيرجي لا كونيكسيون بيناتهم وان شاء الله ما يكون عندهم غير الخير. ياب اكشلي كما قلتي زعما مازال خاص بزاف الحوايج يخدموا عليهم فوق ديال الاكاديمي. راه سوفار ديال دوين غود انا بالنسبه لي راه ديال دوين غود قدروا يربحوا ريفانج سبورت اللي ربحت فوكس جيمينغ التيم الاولى ربحوا تي بي ال جيم ديالهم كونتراكت ورك اند كلوز جاوا عندهم هما اقوى كيخرج لك ام في بي في واحد الجيم سيلاس ما كيضحكش زانك على حتى واحد بيرفورمانس ديالو في جانجل اللي يقدر على انه يلعب كونتر كودي لي شالنجر جانجلر واجيب جانكيلر ماستر غير يكون معه ايفن واي نوت الا ما كانش هو اللي او جانجلر في هذيك الجيم كامله. سو سكيل كاين الدراري عندهم في يديهم يقولوا كيف ما كنقولوا خاص شويه ديال التيم بلاي خاص شويه ديال الكوميونيكاسيون خاص شويه ديال السينيرجي خاص امتى ندخل انا شكون تارغيتي وشكون هذا شكون هذا امتى نلعبوا هنا الماكرو بلايز بزاف الحوايج اللي كيبدلوا بزاف الحوايج صراحه في التيم كيفاش كتشوفها كتيم فايتي كيفاش كيتحركوا الراوند الماء كيفاش كيروتيتي وكيفاش كيديروا ماكرو بلايز ديالهم بزاف ديال الحوايج صراحه اللي يقدروا يبدلوا لك بيرفورمانس ديال التيم ديروا هاد لا ليغ. مي بون هادي ماشي تورنوا هادي ماشي جيم اللي خسرتيها غتسالي. هادي ليغ اللي مازال طويله بزاف باقي تقريبا 5 جلسات ديال السيمانات دونك كل سيمانه عندك فيها جيم وسيمانه كيكون عندك فيها جوج لي جيم. سو بيزيكلي مازال عندهم بزاف الحوايج لي امبروفيو واي نوت توارك من سيزون ار كان هما الاخرين في السيمانه الاولى السيمانه الاخرى سالوها هما الثانيين اي جيس سو ومشاو للفينال خسروا 3-0 كونتر تي بي ال ولكن فهمتي سي الفاين باش بدات الاخر وتسالي انت الثاني راه حتى حاجه مصايبه وزيمي هما السادسين الى عرفوا كيفاش يلقاو سينرجي بيناتهم كيفاش يقادوا الكوميونيكاسيون بيناتهم راه كيما قلت لك سكيل ديال البلايرز دي ار اوريدي غود خاص شي حاجه اللي غتكونيكتيهم بيناتهم باش كتينيبل ديك الكومبو باش كتينيبل ديك السكيلز ديال دوك البلاير كيوليو داخلين في تيم بلاي. يس بيان سور حنا في واحد لو جو اللي كيعتمد على التيم بلاي از فاي في فاي و كتشوف واخا كتشوف شي تيم اللي عندها واحد البلايرز اللي تشالنجر ولا اللي عندهم واحد سكيل سولو كيو خارق ولكن كتلقى عندهم واحد النقص في لا سينيرجي وفي لا كومونيكاسيون حيت في لا ليغ الا كنتي باغي تلعب بواحد التيم وتربح بها خاصها تكون التيم كتحس بها كتحرك از وان خاصها تكون كتحرك از وان ماشي واحد هنا واحد هنا واحد هنا. المهم حنا كنهضروا زعما اون جينيرال زعما لا ليغ ولا زعما في ليغ اوف ليجند ولا في اون تيم الا بغيتي ديرها هكاش خاصها تكون فهمتي خاصك تحس بها واحد ماشي زعما خمسه كل واحد كيلعب بلاي ستايل ديالو خاصك تشوفهم تحس هذا ياس هذا كينتمي لهذا التيم هذه. سو هادشي اللي كنشوف ما هاد التيم اللي ولا كيداروا ولا اي تيم كتكون جديده كتلقى فيها هاد البلان هذا. دونك ما غاديش تجي من نهار من ليله وضوحها غادي تقول صافي راه ولات واعره وغادي تشوفها بداك ستيل ولا داك الجيم بلاي اللي تبغي تشوفه في واحد لا تيم. دونك خاصهم غير شويه ديال اللعب يزيدوا يخدموا على لا سينرجي بيناتهم وامشور على حسب داكشي اللي كانوا كيبينوا لنا والسكيلز اللي عندهم راه غادي يمشيو بعيد. يب وهضرنا على فوكس جيمينغ اكاديمي نمشيو ندويو على التيم الثاني واللي هي ام ار ار كلان اللي كانوا سابقا سميتهم ان ار اف ان اي سبورتس. هاد السيزون هادي غادي يلعبوا سونون ديال ام ار ار وهذا هو الروستر ديالهم. شوبه في التوب سايد بوكس جانجل ريوجين في الميد لين كيبقى عندنا ايسو كافروزن في البوت سايد واحد البوت سايد اللي الدراري عارفين بعضياتهم مزيان السينيرجي كاينه كوميونيكاسيون ما تخافش عليهم كاملين اشنو كيبقى خاص شي حاجه تا هما انيبليوها باش
نعرف جبدوا لينا ديك ان ار اللي كنعرفوا باش يجبدوا لينا واحد ام ار ار كلان اللي ما غاديش يكون معاهم كوجو طاب غادي يكون معاهم شوبه شوبه حتى هو اللي نيو بلاير انتو اربعه ديال الناس اي بليف اللي ما غاديش يلقاو واحد صعوبات كبيره باش يلقى سينرجي مع الدراري. وهنا غادي نشوف الروستر ديال فوكس جيمينغ اكاديمي نورو لايف توب زان كيلر اكوا يوكسينا او كليميتش كليميتش داك اللي از دوين سو سو غود داكشي اللي في لي جيمز ديال فوكس جيمينغ اكاديمي. عمرنا كنا كنحسوا باللي راه خاصهم داك سيبور باللي خاصهم داك طونك باللي خاصهم داك سي سي باللي خاصهم واحد سيت اب ونيفو ديفيجن على حساب لي دريك وداكشي كامل. سو كي داير خدمتو از سيبور و كيب جوين اخي كليميتش دوينا على لي روسترز بجوج. قلنا لكم كوف بديل ديال ستريم باللي هاد الجيم هادي راه الا غتبدل شي حاجه في ستاندين راه اللي غير بحد الجيم غادي يكون هو السادس واللي غادي يخسر غادي يمشي للبوست السابع. دابا راه بجوجهم كيتشاركوا البوست السادس فوكس جيمينغ اكشلي هما اللي عندهم الليد عليهم. سو بيسيكلي الا ربحت ام ار ار شويه السادسه فوكس جيمينغ هبط السابع مع سيستون فاير. الا كان العكس راه سيستون فاير هما الثامنين اللي باقي بزيرو وين اكشلي غادي يكونوا مع غادي يكونوا هما الثامنين وغادي يكون معاهم ام ار ار كلان هما السابعين. برو درافت اي بليف بلي غادي تكون سالات غندخلوا الدرافت سون اي جس و نتمنوا يعطيونا شي شو مزيان صراحه في هاد الليله. عندي دا جيم اللي قويه بين جوج لي تيم اللي عندهم في الكواليس ديالهم كاينين ديجا كاينه فوكس جيمين اكاديمي بلايرز ديالهم وديجا تابع الفوكس جيمين لا غران تيم وديجا كاين ام ار اللي قلتي هي ان ار ديجا بيناتهم واحد الانرجي فقط كاين توب لينر اللي تبدل سو ما غاديش تكون زعما صعيب عليه انه يدير بلاصتو. ديجا كاين اربعه الدراري اللي كيلعبوا مع بعضياتهم سو هاد جيم ام شور غادي تكون مليئه بالمفاجات وتكون حماسيه بحال الجيم الاولى اوف كورس ولا اكثر. سو يا يب اكشلي الا كانت بحال الجيم الاولى راه غتكون مزيانه بزاف حيت الجيم الاولى كانوا فهاد التيم فايت اللي ريلي بيك تيم فايت تيم فايت طوال بعدا كيبدا هنا وما كيسالي لك كيبدا حدا البارا وما كيساليش حدا التريك ولا شي حاجه بحال هكا. سو كانت جيم مزيان اكشلي بلايرز كانوا عارفين شنو كيديروا. انا صراحه اللي نسولك اسي كبوي هو زعما واش تقدر تعطينا زعما شي بريدكشنز على الجيم الجايه قبل ما نشوفوا الدرافت و وات دو ثينك زعما الشامبيونز اللي غادي يكونوا نشوفوهم في هذا الجيم ناحيه الشامبيونز. ديجا نشوفوا بعدا غليميتش اللي ما بيقدر يكون يلعب غاليو ولا ليونا ود شي سميرة اللي صراحة سميرة كيبقى واحد سينيرجي واعرة ومازال دايرها بلاصتها. ويوكسينا راه هي زريلي تشالنجد بلاير في سميرة. يس انديد هادشي اللي كنشوف بيان سور يوكسينا شنو كيلعب سميرة هيز ذا وين ويل وسبيشلي الى بيكيتي مع غليميتش يكون بليونا غاليو ولا شي تانك از نوتوليوس ولا تريش غادي تكون واحد بيرفورمانس زوينه من ناحيه فوكس جيمين اكاديمي. وخلاص نشوفوا ديجا كاين هيزوكا وفروزن ياس ديجا معروفين بالبلايس ديالهم ما نخافوش عليهم حتى غادي يكونوا يحطوا لنا شي كامب اللي ما قدرش غاديش نكونوا زعما متوقعينه بات وبلي فاندام لا من ناحيه فوكس جيمين اكاديمي ولا من الاخرين. ما بيشوفوا شي كامل في التوب لين شي شان الا كان شي شان باش يلعب على البوت لين سامهاو ولا شي فيورا حتى فيورا اللي تقدر دير بزاف ديال الديفرنس وكنشوفها بزاف كتسبيكا في التوب لين. ناحية لي ميد لين نقدروا نشوفوا مابي يشوفوا شي فيرست بيك على ماشي فيرست بيك ميك نشوفوا زعما التيم اللي بغيت تبيكي سيلاس اللي غادي يبقى ميد ريلي انتريستينغ البوت ميد لينرز شامب اللي عنده بوتنسيال قوي انه يسلو بولي وعنده يوتيليتي كبيره وخصوصا بالالتيمات اللي كينوعوا التيم فايت. يا هادشي اللي كنشوف فقط جانجل كيبقى عنده تشامبيون بول كبيره ولكن الناس كون برايورتي على فيغو يقس يس فيغو ترانتل كزين كاين حتى كاين دراد اللي شفناها صراحه ديجا كلعب بها زان كيلر وراس نقدر نشوفو في الاخر كاين شي كاين ميبي نشوفو شي كاين ميبي ولكن ديك فيغو كزين ترانتل كيبقى وان اوف ذا بيست بيكس تقدر تحطهم في الجنجل هاد الساعة. يب
اللي هاد الثلاثة لي شامبيون كيبقاو سترونغ بزاف وعليهم برايورتي طالعه، ولكن واش غادي يقدروا يسيرفايفيو الفيرست بان فيز ولا لا؟ هو نوز. يس انا كنشوف غادي نشوفوا لا تيم اللي تقدر تفوكسي الجانجل سبيشال الجانجل اللي كيكون عنده امباكت كبير، وخاصه اذا يكون زانكيلر اند ذا جانجلر اللي ريلي دي ار جود جانجلرز. سو غادي تبغي تفوكسيهم انك تحيدو لهم، واصلا جانجل تقدر تفور سبيكي ولا تحطو في الفيز الاولى ديال البيكس. سو ميبي شوفوا شي تارجت، شي تارجت سبانز على فيغو زين شي حاجه بحال هكا. ياب كش اللي ما بين نشوف واش طرقت بان على كزين ولا فيغو، حتى على تراند حتى ولا دون تيكسو ولا غادي يبقى اوبن هاد الجيم هادي كامله. اكو حتى هو اللي شناش بزاف ديال لي بيكسر حتى في هاد الاوت سي، شفنا على يون، شفنا على سيلاس، ما بين نشوفوا شي فيكتور ديال اكو اللي عندهم ايغور صراحه بيت شامبيون، ولكن بليف بلي اكو غادي يبغي شي اورلي جيم تشامبيون حتى اللي كتسنوبولي من الميد يلعب الراوند و سان كيلر. داك حتى هو اللي كيبان لي سينيرجي مع لي تيميت ديالو مع الميد مع الطوب مع السبور مع لا دي سي، دونك كيبان لك كوم كورا كيتحرك مع التيميت ديالو. بيكس حتى هو بيكس بني اللي اوريدي سينرجي راه كاينه مع يوجين، سينرجي راه كاينه مع يسوكا مع بوكس. غادي يبقى المشكل الوحيد عند MRR هو في الطوب، هو شوبا واش اوريدي كما كنقولوا تسوسيابيليزا مع الدراري اوريدي، حيت ملي كتجي بلاير جديد انتو ربعه ديال الدراري اللي ديجا كيلعبوا بعضياتهم تكون صعيبه عليه واحد شويه انه يلقى سينرجي، انه يلا يبيكاد كومونيكاسيون ديالو معاهم، انه يولف على البلاي ستايل ديالهم وداك الشيء كامل. ولكن زعما انا ما نخافش على شوبا، حيت امين هادشي سمتي تقدر توحل واحد شويه مع الدراري اللي كاين اللي عندهم بلاي ستايل بدل واحد شويه صعيب لانه يتفهمك، اللي كيتلقاو مشاكل في كوميونيكاسيون مع بوكس مع ريوجين مع يسو كان الدراري تلقيتهم ايرال شوبا ابلي ملي غادي يلقى حتى سينجل بروبليم باش انه تكون عنده سينيرجي واش انه يلقى الكوميونيكاسيون انه يولي في البلاي ستايل ديال الدراري ديال MRR. ونتسناو الدرافت تبدا اللي غندخلوا دونك كيك سيكوند غندخلوا الدرافت كما قلنا غتكون برايورتي على فياكو على تراندل على كزين هادشي الى ما تبعناوش. ونيفو الطوب شوف باللي شفنا كيلعب بروزر ما بين نشوفو شي كامين نور لايف حتى هو اللي شفنا على مورد ما بين نشوفو على شي فيورا حتى هو فيورا اللي وحده من احسن لي بيكس ديال نور لايف. دونك بروبلي غنشوفو شي تو بروزر في الطوب سايت جانجل حتى هما كيلعبوا كاري تشامبيونز بزاف، بوكس كيموت على الاي بي كاريز وزان كيلر عزيز عليه الادي كاريز. دونك شفنا على فياكو، شفنا على كيندريد، غنشوفو ميبي على شي زينزاو في الميد. كيبقى عندنا اكو كونتر ريوجين، ريوجين اللي ضروري خصك تحيد لي كاطرنا ديالو، ميمكنش تلعب كونتر كاطرنا ديال ريوجين. اكو تو هو اللي ريلي سكيلد بلاير عنده شامبي بول ديالو كبيره، دونك متقدرش تارغيت ليه تحيد لي بانروج غير اثروا فيه بزاف، دونك تقدر تحيد واحد جوج تقدر تخسر عليه ايفنت هاد لي بانز سير غير بداك شي بيك اللي غير بيرفورمي بيه مزيان. في البوت يوكسينا و الاسد كليميت يوكسينا اللي واحد من احسن سامير بلايرز اللي عندنا صراحه في المغرب، ديجا شوب لعب بها كونتر تي بي ال ودار واحد بيرفورمانس ولا اروع، عشان نقول لك كيبان لك واحد سميره كتدخل على ان في 3 من تي بي ال كيقتل امبيرفيكت كيقتل فيرتيوز كيقتل لي بنيشر، ما تضحكش معاهم في واحد الجيم ديال لي سي. البوتلين ديال البوتلين ديال ام ار ار ايسوكا فروزن اللي سينرجي والدراري كيلعبوا مع بعضياتهم من شحال هادي، راه دابا قريب يكملوا عامين انقسم 3 سنين هما كيلعبوا مع بعضياتهم. هاي لو بجوج ايسوكا اللي كنا نلعب كود مع كوت سبورت ريليجيشن جيمز، وكنلعب كونتر بروكسيوس، وكنلعب كونتر اكاشي، وكنلعب كونتر دراري اللي فيكس جي. سو هي ديد وي لاكشلي بواحد الفاريوس فول ليتاليتي انتنس جيم صراحه، سكيلد بلايرز في بوت تيمز، سينرجي كاينه، كوميونيكاسيون كاينه، و ليتس هوب انهم يعطيونا شي شو مزيان صراحه في هاد الثاني جيم هاد فهاد النهار. بيان سور بلايرز كاملين اللي كنشوفو عندهم مؤهلات انهم باش يقدموا شي جيم هائله، وخصوصا البلايرز اللي بانوا بالبيكس ديالهم بالبيرفورمانس ديالهم. سو ام شور غادي تكون شي جيم اللي زوينه. فقط غادي نشوفو ميبي نشوفو شي فوكس على هاد هاد البوت لين بيان سور، باش تبغي تفوكسي يوكسينا كما قلتي ما تبغيش تخليه يلعب على راحته، ولا حتى فروزن وهي سوكا. سو ميبي نشوفو شي اكشنز من ناحيه جانجلرز اللي غادي يبغي يفوكسيو هاد اللين هادي، وتبغي تعطيهم الفيديج تبغي تعاونك على دريكس، تبغي تعاونك على لي روم من ناحيه توب لين. سو ميبي هاد الشيء اللي نقدروا نشوفو في هاد لا جيم هادي، ناحيه انا كندير ان بلان امبلون جانجلرز زعما على حسب البلايرز اللي لاعبين، ولكن كيبقى جانجلرز هما اللي يقدروا يبينوا لنا ذا رايت بلان ذا ريس بلان فور ذيم. سو يس
جديد الجيم غادي تكون ان شاء الله زوينه وفور شور. شنو بان لك؟ انا اللي كنقول هو شوبا يس عندي شوبا اللي غادي يكون في توب لين. بغيت نشوف كيفاش غادي تكون اللعب ديالو مع شحال لعب مع لا نيو تيم شحال لعبوا الجيمات شحال هو بريد هو معاهم باش يدير لا سينرجي ديالو بات وي ويل سي ان شاء الله شي بيرفورمانس زوينه. هذا اللي كاين هذا مكان رايت يب وهاي كي ندخلوا للدرافت سون ها هي يلاه دوينا عليها كندخلوا للدرافت فوكس جيمي اكاديمي كونتر ام ار ار لي كوتش كبروا لنا الفوق ناروكي هو الكوتش ديال فوكس جيمي اكاديمي وام ار ار عندهم غوزو عندهم كيرا وعندهم ميمنتو ثلاثي الخطير اللي غنشوفوا شنو غادي يخرجوا لينا من هاد لاتيم هادي وشنو هي البيرفورمانس اللي غادي يقدروا يشبدوا لينا من هاد الاوسيد الجيم هادي غادي يكون عندنا كوجو توب سايد وما غاديينش يكون عندنا شوبه شوبه اللي كنا هضرنا عليه وهاد في الاخير كيتم واحد التغيير سو كوجو غادي يكون في توب لاين مسح سو ما غاديش نهضروا على داكشي اللي هضرنا عليه في الاول سو غادي نشوفوا جوج ديال لي بان ترند سيت ديال شادي نشوفوا ترند اللي غادي تبغي تحيدوه في هاد الجيم هادي كاين تريش اللي غادي يحيدوه الفروزن زون غادي نشوفوا امريكا غادي تباني غاليو الغاليو غادي تبانا الجليتش فور شور غاليو اللي عنده قوي وعنده واحد بيرفورمانس زوينه به كاين ايكو وكاين وكون الذي تحيد اي تيك للتوب لاين نيكي هاد المره اللي عندنا في التوب لاين يكون يب نيكي اللي نيكي طوب سايد ياك نيكي اللي غادي يكون طوب تو كنا نشوفو فيرست بيك ديال كوجو اللي غيمشي على طام كاينش واحد من احسن لي بيك اللي كاينين في الميطا كيمشي لك على واحد اناتيماس تشين ويقدر يحيد لك تيناسيتي والدماج الكاري ديالك وغادي يشوف واحد المعاه صراحه في هذا الجيم الاستاذ بوكس اللي غادي يمشي لنا على زين زاوري يوجين كي بيكي رايز مين وايل الاستاذ زان كيلر اللي دار لنا احسن سميه صراحه يقدر يدير هذا تينيجر وغادي يمشي لنا على فيا جوجل ايميج غنشوفو على راكان اللي 100% وين ري صراحه في ال بي ال واحد انجيش عنده اللي خرافي صراحه نيكي اللي غادي يمشي لينا على كنار واحد من احسن لي بيك صراحه اللي يقدر يحط كونتر اطام كاينش فارمي اللين واحد فيما اللي يقدر يحط الاخر من وين نقدر نقول كنار غتكون عنده واحد شويه الكيل بريس صراحه لا طام كاينش يقدر يوصل للميغا ديالو بان الاول من سيكند بان فيز عند امرير غادي يكون موردي كيسر غنحيدو لنيكي اللي واحد من الوانتريكس ديالو هو موردي كيسر سيندرا سيلاس اللي كيتحيدو الريوجين لي تا هو من الكونفورت سبيك ديالو في الميدلين وغادي نبداو نشوفو دابا مثلا عندنا البوت سايد ديال امرير اللي مازال ما تبيكاتش ومازال عندنا فوكس جيمي اكاديمي اللي مازال ما بيكاو لابيس ديالهم ومازال ما بيكاو الميدلين ديالهم دونك بيك ديال يوغ سينا سينياتور بيك ديالو كيجبد لينا سمير يا يوسف اللي كيحضر لنا سمير في هاد الجيم هادي ملي نشوفو شي بيرفورمانس بحال اللي دارت في لاست جيمز ونشوفو سميره ديال يوغ سينا كيف ما تعودنا عليها غادي نشوفها هاد المره مع راكان عندهم صام سينرجي بيان سور عنده البيل كسر على الانجيج but we will see ناحيه السي سي ما عندوش السي سي قوي اللي يقدر يسينرجي مع سميره ولكن داك البيل هو اللي كيخليك تقول it's playable so right ديجا كاين سي سي مع عند كاسيو كاين عند غنار بالميكا ديالو بالدبليو ال تي كاين ستان من طرف فيغو غادي يعانو سميره فور شو so غادي نشوفو ريسبونس ديال اميري غادي تحط اش وبرون سينرجي خطيره مع هاد تو تشامبس اللي جاي من فليت جولد اللي كيحطو سلو خطير كاين ديجا دبليو ديال اش اللي كتعتبر ستاك على الباسيف ديال بروم سو كيعاون اكثر واكثر انها تبروكي الباسيف ديال بروم وتحط السي سي وخلاص الى مشات هيل اوف بليز تقدر تكون اخطر مع بروم سو غادي نشوفو لاست بيك غادي يكون ديال كاسيوبيا الفوكس جيمين اكاديمي اللي غادي تكون ضد رايز جوج لي بيز مرتاحين سو ناحيه الكومب ديجا متقاربين ديجا عندهم اي بي اي بي ناحيه الدامج كان راه من ناحيه الدامج ديجا عندهم اي بي اي بي في الميد لين سو رايت ديجا كاين في توب لين طام كانش قنا عنده واحد انفانتج في الرانج كيقدر انه يلعب لك شويه رانج يقدر يبوليك في الاولي جيم ولكن غادي نشوفوا فقط تحرك وديال لي جانكرز اللي يقدروا يتحركوا على هاد توب لين ويقدروا يعاونوا طاهم كاينش مثلا كزين يقدر يعاون طاهم كاينش باش ما يبقاش في الوضعيه صعيبه ضد كنار كنار اللي عنده صراحه واحد عنده فرصه انه يقدر يجيب كيلات على طاهم كاينش سبيشلي بالرانج ديالو
ديجا كاين هنايا تو جانجلز لي وان اوف ذا بيست جانجلز ولا ذا بيست بيكس تقدر تبيكا. ات واز اكسبكتد تكزين زاف امرر فيغو كي تحط عند زين كيلر جوج ديال لي بيكس لي واري عندهم امباكت في الاولي جيم في الليت حتى في الليت جيم, ولكن هذاك في الليت جيم كيمشي كسر وكسر الفيغو خصوصا بالباسيف ديالو لي ريكون كياخذ سام تشامس الى تمت الاكزيكيوشن مزيانه عنده لايف ستيل قوي. ولكن اللي صراحه ديال كزين اتس ماتش ماتش امبورتان كزين زاو غادي يكون كي غادي يعاون كسر في الليت من ناحيه فرونت لاين غادي يلعب فرونت لاين الالتيميت ديالو اللي كي طونكي سام رينج اتاكس سو هادشي يقدروا نشوفوا من ناحيه كزين وفيغو. كاين رايز اللي عنده سكيل خطير وحتى كاسيوبيا مي كنقول بلي رايز كيقدر اوت سكيلي كاسيوبيا سماو. What do you take on ناحية الماتشاب ديال ميدلين خايدي مزيكون ديال رايز وكاسيوبيا؟ ياك لي رايز يكون عنده البرايو في اللين اورلي جيم بسبب الاي وي دامج ديالو اللي كيدير بالاوكيو ديالو, ولكن مور الجيم غادا تمشي لقدام مور رايز كاسيو كتولي مور يوزفول على رايز في الليتين فايت غير بسبب داك اللوتي ديالو. وكما تنساش حنا رايز حتى هو راه كيبقى يوزفول بزاف بالاي وي دامج كيقدر يدير الا كانوا مستقلين لي جوج ثلاثه الناس راه يقدر يشراكم كاملين اوكي وحده ودي بالك ديك الساعه 1100 ديال الاي بي دامج كتكريتي ديك الساعه. يس كاسيو كتحتاج ليكزيكيوشن فهمتي تما ليكزيكيوشن واعره كان شي تيم التيميت واعر غادي تكون غادي اوت بلاي تيم كامله سو غادي تكون افونتاج كبير لفوكس جيمينغ الا كان شي التيميت ولا شي دبليو في محله ما خلاتش لواحد باش يستعمل الفلاش ديالو ولا شي اسكيب سو ذاتس ريلي هيوج. يا اكشلي يا تقدر تبدل بزاف ديال الحوايج كاسيو اللي كما قلنا تقدر تجبد حتى جوج حتى ثلاثه ديال لي ستان في تيم واحد في تيم فايت واحد وتقدر تبدل بزاف ديال الحوايج. امين تبقى واحد الكريستالارو ديال اش اللي غتنفع بزاف غادي تبقى واحد طام كاين شي حتى هو يقدر يهز شي واحد بديك لوجي ديالو يقدر يخون شي واحد ولا شي لعبه سيليوس صراحه نوني فود لي تيم فايت ونشوفوا ليكزيكيوشن شكون اللي يقدر اكزيكيوتي الكومبو ديالو مزيان. فور شور ديجا كاين البوتلين اش وبروم عندهم سينرجي زوينه صراحه ما نخافش عليهم وحتى راح يتراكان عنده بوتنشال باش يدير واحد كومبو وامبو مع غنار وحتى كاسيوبيا وغادي الى تم الفولو اب ديال سميره وما كانش واحد فوكس عليها تقدر تكون كومب قويه اكثر وكثر على اميرر سو هادشي اللي كنشوف انا فوكس جيمي عنده واحد كومب اللي 5v5 مجهد اكثر وكثر على انك على من ناحيه اميرر. وات دو يو ثينك الى كنتي انت فوكس جيمي اكاديمي عندهم ادفانتج او نيفو درافت اسي بلي بلي طام كاين شي زري لي سترونغ ويقدر يسيفي داك سينزاو في الوقت اللي بغاو نيفو تيشي فايت دونك زين يقدر يدخل يدير الدمج اللي بغاو طومبوريزي حتى ما بغا بغوردينكر ديالو راه غيلقاو راه واحد كوجو كما كيقولوا غوت هيز باك دونك يقدر يهز بلوتي ديالو يحطو اوت ويعاود يخلي ثاني شي لايف ستيل عاوتاني عاد يكون شي انجيز رايز حتى هو اللي غيدير بزاف ديال المشاكل صراحه في فوكس جيم اكاديمي اش بكريستال ارو ديالو والفولو اب اللي غادي يكون انستانت من طرف تام كاينش بالنوك اب اللي كيجي بالدبليو ديالو بلس ستون اللي يقدر يدير زيد زين زعما هو الدي بي اس اللي كيدير النوك اب سو كومبو ديال ام ار ار ملعوبه اراوند كاتش ملعوبه اراوند شينوف سي سي غنفوكسي واحد التارجت وحده اللي ما نقدرش تقدر سيرفايفي الدي بي اس ديالنا كامل ما نضرش صراحه شي واحد من فوكس جيم اكاديمي يقدر يسيرفايفي شينوف سي سي اللي كاين عند ام ار ار وخا يكون زعما غنار ميغا فورم ديالو راه غيتحط على هادشي كامل غيدوب بلا ما قبل ما يكون الوقت عند فوكس جيم اكاديمي لانهم انتراكتيو انهم يحاولوا سيفيو بلاير ديالهم. مينوايل فوكس جيم اكاديمي عندهم تيم فايت مزيان عندهم كنار بلي شي ديريو يقدر يلقى حتى الخمسه ديال الست عندهم فياغول اللي الا يقدر يزيد واحد يخربق لك تيم فايت كامل عندهم كاسيو اللي حتى يلقى جوج ولا ثلاثه ديال الست اقوى اللي ما نخافش عليه صراحه فهاد اللعيبه هادي كامله راه غيبدل تيم فايت كامل في الدبليو ديالو حتى اللي كتحيد موبيليتي لا بالنسبه لذاك الرايس لا بالنسبه لذاك سينسا ولا اطام كاين حتى هو اللي ما يقدرش يدير الدبليو ديالو لانه فلاشي اوت الدبليو ديال كاسيو. سميره حتى هي بيوكسينا اللي عارف شنو كيدير صراحه بهاد الشامبيون او كليميتش براكان راكان را الى لقى شي انجيج زوين راه ديك سميره نقدر نقول لك غتبقى كدير بحال كلشي كلشي كيتهز ولا كلشي كيتهز الباسيف ديالها كتزيد في الديره ديال السي سي او كتعطي ديك الساعه لي ستاك في الباسيف ديالها وراه تفرج يوكسينا ملي غياكتيفي عليهم واحد الانفيرنال داغر باش هو البلايد عندي هادشي كامل كيمشي لصالح يوكسينا اللي غادي الجيم تكون سهله عليه اكثر واكثر صالح الى تمت الاكزيكيوشن ديال شي تيم فايت زوين وشي كومبو امبو اللي غادي يخلي يوكسينا يتحرك مور فري ويستاكي سام باسيف الالتيميت ديالو غادي تتم خصوصا كان شي كوليكتور راه غادي تتم
شي فايت ريلي يكون واعر واعر واعر. ديجا انا كنشوفوا الجيم اللي كتبدا ما غنشوفوا شي انفيت بات كنشوفوا الطوب والجانج اللي كيتقدموا كيحطوا فيجن. ديجا كنار تاو كيتقدم كياخذ سام فيجن كاين الدبليو ديالو كياخذ السلو ديال تايم باش ما يتمش شي فولو عليه. مرتاح فيجن فور فيجن. ديجا كاين بروم واش اللي كيدفنديو على الريد سايد ما كيخليوش راكان يتقدم يحط شي وارد وهكا غادي يزيد يصعب عليهم الامور. سو ديجا غادي يبان ديجا غادي يكون باين كزينزا غادي يبان في الريد غادي يبدا حيت ديجا محطوطة فيجن على البلو. اوكي انا فيكو اللي تيستعمل الاوراكل ديالو غادي ياخذو سام فيجن غادي تحيد من الجنجل ليت انفيد. اورايت اوكي ليت انفيد طرف تيم ديال ام ار ار كيتحركوا مباشره عند البلو باف وغادي يقدروا على انهم يسيكوليزيو وارد كتحط من طرف كليميت في هذاك الباف انه تبع عندهم فيزيون ولكن الاستاذ بوكس ما كيضحكش كيكتيفي سويبر ديالو انستانت وكيحيد ديك الوار من وايل سان كيلر اللي كيبدا توب سايد فيغو ديالو. صافي هنا يا زاكي اللي غادي يبدا في توب سايد ميبي نشوفوه غادي فوكسي هاد البوتلين تقدر تكون شي بلاي على دريك يقدر يدار في اللي جيم. ديجا فيكو عنده لايف ستيل وكيقدر يسرفايف اكثر سو مع دريك غادي يكون سو ايزي ليه اللي هنا كنشوفو كزينزا كياخد البلو ديال زانكيلر ميبي نشوفو يتوجه الميد لين ولا البوت ولا يرجع ويطلع التوب سايد ديالو باش يتلاقى مع فيغو ولا غادي يكون انذر بلان انه يلعب سيف. سو هنايا نشوفو كزين كيفاش غادي يقدر يتحرك من بعد ما خدا الكامبس كاملين ديال زانكيلر في ناحية البلو سايد. كنشوفو هنا فيغو ديجا توا كيدير فو كلير من ناحية التوب سايد و غادي توجه دابا للولفز وغادي ما غاديش يلقى حتى شي حاجه. ديجا انا كاين واحد تريد في الميد لين رايز اللي ما عندوش صراحه المانا بزاف باش يتفوق ويدير شي حاجه كبيره. الرايز اللي كتكون عنده مشكل في المانا في الاولي وانا كنشوفو كاسيبيري كتدخل على هذا الرايز وكاين فيز راش كتاكتيفا كاين دبليو وانا نشوفو طرف سدري يجي فلاستر موجود من طرف سد زانكيلر فاست بوت سكيورد اكاديمي فوكس جيم اكاديمي ما كيضحكوش وكيحيدوا لنا ريوجين من الطريق 1 4 0 في هذا الميد لين. وباكس اللي كيجي معطل واحد شويه كيداشي له وسط زانكيلر كيقلب شي حاجه بعد زيزاو ديالو كي تيبي موجود نوكا موجود على وسط باكو في باك لاين انا شبيت كاسوبي ولكن فاينل كيك كتي الاستاذ زانكيلر كيبقى انا اف في ام بين هذا الاستاذ زانكيلر ومن هذا الاستاذ ريوجين اللي كي تيبي برايس ديالو كي تيبي موجود طرف الاستاذ نيكي اللي غادي يركل غادي يضغط عطاك الاولى الثانيه سيكيور 3 4 1 في هذا الميد لين لصالح فوكس جيمي اكاديمي. لا 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 الصراحه سكابتش خطير خصوصا في هذا الوقت هذا. شوفوا الرايز كيفاش كان بدا الفايت ديالو مع كاسوبيا ما عندوش مانا ولكن انسيست باش يكمل الفايت ديالو. كان الحضور ديال فيكو في الوقت المناسب. هنا نشوفوا واحد الفايت اوكي ولكن نيكي مازال عندنا كيمي سي كيو ديالو شمع الاستاذ ايسو كان كيقدر يدور دجاج كامل انا شمع كليبيش كيقلب شي نوكاب كيجيب نوكاب ولكن فلاش شوت الاستاذ من وين يجي برشا من طرف الاستاذ ريوجي اللي كيدخل بلاصه نابت زينزاو ديالو. لا هذا الاستاذ باكس اللي كيدخل فاينلي غادي يموت 1 4 0 يوكس انا كيجوني فدتنا انفيدا في الباكين كيحاول يجيب لي ستاك ديالو كيدير كين زيرو كيحيد ستان ديال الدرون بالباسيف ديالو كليميت اللي كيجوني فدتنا كيب بوك كيب كيو ديالو وغادي يكون ديزينجيج كيسالي كان 1 4 0 صالح فوكس جيمي اكاديمي. عندي غادي نزيدو نرجعو ثاني شويه لورا ونضرو على داك الفايت اللي كان دار واحد ديفرنس كبيره. تيب اللي كان في الوقت المناسب من طرف جنار اللي جابوا الكيل على رايز. كزين حتى هو اللي خلص ثمن غالي مات حتى هو ولكن جاب الكيل على كاسوبيا ات واز ذا اونلي فايت. هناك نشوف ياس اني هادشي اللي كان وقع كانت واحد كولابس على رايز مات. هنا كان الحضور ديال كزينزا تقدم بغى يدير فايت على رايز فيغو اللي كان في وقت الفورم ديال رايز. نشوفوا التيب اللي تحط ولكن لاس هيتس من طرف المينينز قدروا يجيبوا الكيل على كاسيوبيا. انا غادي سيفي الفيغو زاكي اللي غادي يهرب وهنا التيبي ديال جنار وغادي يسمع شنو فايت التيبي ديال جنار التيبي ديال الكوجي اللي كيجيب طامكينج ديالو الحسن الاولى الثانيه كتكون مثلا الاستاذ يوكسانا كيبقى كليميت ان في 3 الويف كضرب كلشي كيضرب دبل كيل الاستاذ سوكا اش ديالو في هذا البوت سايد صافي شنو كان وقع اكزاكتلي كنا كناليزيو ذا فايت بات نقدروا نبريديكتيو باللي كان واحد التيبي في الباش اللي ما كانش مرضي يا ما كانش ماضي من طرف فوكس جيمين اكاديمي وكان عندهم وارد ام ار ار. سو كان الحضور ديال طام كينش جا تمت كان ديجا فضايا صعبه الصراحه كانوا مبوشين الجيم وطام كينش كان حاضر والتو كيز اللي كيمشيو عند اش ذاتس ريلي هيوج. اورايت سو انا ديجا فيقول لك يتواجد في البلو
ندير كزين غادي يبغي يدير واحد الباي باك بعد ما خدا له كزين البلو ديالو والبلو سايد ديالو خدا له كامله مرتاحين. فقط نشوف انا واحد الروم ديال غليميتش اللي كيتواجد توب سايد في هذا الوقت هذا ما بيشوفوا شي كولابس على هذا الرايز. اوكي فقط غليميتش غادي يفكر انه يرجع الرايز اللي ديجا في سيف زون ديالو تحت التاور مرتاحين. ديجا انا كنشوفوا الجود اللي ديجا تقرب شويه في هذا الوقت ولكن غادي يصالح فوق زي من الاكاديمي بالكيلات اللي خداو وحتى بالسكاتلز اللي تيكيرا ضرب فيكو. رايت اوكي انا الرايز اللي كيطلع ليفل 6 كاسيوبيا عندنا ليفل 6 ليفل 6 ديال كاسيوبيا كيكون اكثر واكثر خطوره على الرايز سبيشلي بالالتيميت ولكن لي فايت ديالهم غادي يبقاو سكيلد اند هاو وي كان اكزيكيوت هاد الالتيميت ديال كاسيوبيا لانه الى تحط بطريقه جميله وبطريقه اللي غادي يقدر يحكم فيها هذاك الرايز يقدر يجيب شي سولو كيل. اورايت نشوف انا فيكو اللي كيتقدم في البيت نشوف غزيزا اللي كيتقدم في الطوب لين على الكنار. اوكي انا ديجا كيتسم واحد الاكزيكيوشن وواحد الكاك اللي ما شفناش ديجا كمان كانت في الطوب لين باش كنشوفوا باللي الكيت حط على الرايز من بعد ما كان الهيلب ديال زان كيلر واللي تعاون على كاسيوبيا مع كاسيوبيا وجابوا الكير وهنا تيشوفوا واحد زان كيلر كيحاول يلقى شي ستون على اسد باكس من واكين كوجو حتى هو كيجيب النوك اب ديالو لا كيتميس زان كيلر كيضرب ديالتي كامل كوجو عنده لي بوزي ديالو ما نساوش حتى كامل هو فلاش اوت انستانت من طرف الطام كاينش اللي مكيفكرش بزاف عرف ان كاينه خطوره تما كاين كاسيو كاين بياغو وكاين نيكي الكنار ديالو اللي قدر يدير به بزاف الحوايج صراحه فليكس كير مش 3 في 3 كي فلاش انستانت كنت سالي ب 140 صراحه في جيم اكاديمي بعد ما قدروا ياخذوا الكيل على روجين بالرايز ديالو كيل اللي مشى لزان كيلر فياغو زان كيلر سو فار از دوين جود عرفت شوف سميره سميره كدير واحد الحركه كتدخل كتاخذ ليفل 6 ديالها اش ما عندهاش ليفل 6 باش تستعمل الايرو ديالها بات وي ويل سي يوكسينا كيف تقدر يتعامل مع هاد السيتويشن كاين سلو من طرف اش ملي ما كيتقدم بات بعيد اكثر واكثر نشوف الريبلاي ديال ميد لين فور شور يس هنا كاين واحد الكاتش قوي وكان الالتيميت اللي كيفينيشي به فيكو هاد الرايز هذا الرايز اللي دابا كنشوف واحد الفوكس عليه كبير ديجا 03 هيز بيهايند ان ليتل بيت ولكن في الفار متقارب هنا ديجا الافونتاج اللي خداه فيكو خداها الميد لين كاسيوبي خدات الافونتاج فيكو خدا الافونتاج ورايز اللي يبقى 03 في هاد السيتويشن يا اكشلي ماشي هو اللي كيتسنى ريوجين من هاد الجيم هادي كامل هو انه يكون اوريدي 03 بالرايس ديالو باغي سكيلي باغي يلعب شويه سيف باغي يتسنى ايتمز ديالو ديك الساعه تقدروا تشوفوا الباور ديال هاد الرايس هذا الجيم اللي كتبوز علينا بطريقه غريبه واحد شويه رايت اورايت المهم مالي لا اخوان كنشوف انا ديجا جينكس اللي كيف ضلو انا بيلعبوا في الميد لين وسبيشلي زاكيلا اللي كيبغي يعاون كثر وكثر كاسيوبيا يبغي يعطيها واحد الليد ما كنشوفوش شي جانك على البوت لين سميرة ولي لعبة تقريبا اكثر ديال الوقت بوحدها ديجا كنشوفو غليميتش اللي كيرومي ولكن ما قدرش يدير شي حاجه كبيره بلي روم ديالو ديجا كيجي في الوقت اللي كيكون ديجا القضيه ناعسه ما كاينش شي حركه سو مرتاح حنا الهيرا اللي كيتخاد طرف فوق زي من الاكاديمي زاكي اللي خدا واحد الهيرا فور شور وهنا نشوفو لا ريبونس ديال اميرير اللي غادي تكون هي اوشن دريك اللي غادي يعمل بزاف غادي يعطيك ريجين هيلث سبيشلي في هاد الجيم غادي يكون واحد سيف بلاي من طرف رايس وغادي يعاونو كثر اورايت هنا نشوفو الحركة اللي تحطات على كاسيوبيا اللي ما شفناهاش اوه صراحة كان التيميت واو يا نايس التيميت تاع الرايس يس وكانت اكزيكيوشن زوينة تحط سي سي مزيان كان كان كزين تا هو اللي حط دي بي اس ديالو بالدامج ديالو وجابوا الكيل على كاسيوبيا والكيل اللي كياخذوا كزينزا فور شور سو رايت كنا غادي باكي ما كاين حتى شي دريك ما كاين حتى شي هيراد ما كاين حتى اوبجيكتيف اللي تقدر تلعب عليه كلشي مرتاح وكنشوفوا اول واحد كيضرب ايتم ديالو اللي هو فيغو ميتيك ايتم ديجا كيتحط زانكيلر كيجيب اول ميتيك في هاد الجيم هادي ولا غيكون هو ديفاين سندرر يكون عليه افكتيف بزاف صراحه ثاني يقدر يدير بزاف ديال الدمج على كوجو على هاد زيزا وعلى رايس تا هو اللي كيستقي شويه ديال لاش بي وكذلك لافروز انا كيعطي واحد شويه ديال الهيلينغ بلس لاش بي وطون كيناس اللي كيحتاجها ديالو صراحه ما بقيناش كنجاوبو بزاف كراكن فيغو يكون سكويشي ما كيقدرش يستني بزاف لي تيم فايت العكس ديال ديفانس الدرار اللي كيعطي طون كيناس اناف وكيعطيه دمج اناف صراحه اللي يقدر يدير به اللي يقدر على انه يفايتي به
سيل باقي ما شفناش شي ميتيك من عند شي واحد في الجيم هادي الا الاستاذ زانكيلر. دونك كنتسناو بروبابلي غنشوفوا شي ليوندري من عند الاستاذ اكوا بكاسيو بي ديالو، غنشوفوا شي لودنز من عند الاستاذ ريوجين بهاد الرايس ديالو. غور درينكر فور شور غادي تكون على هاد الزنزا. واش مع ريوجين في الاثناء فلاش ثاني سي طرف الاستاذ زانكيلر ضرب لي موجود طرف الاستاذ اكوا شي ميت انستانت هيرش بريكر موجوده من طرف الاستاذ زانكيلر وكياخذ بها الكيل والبي داكشي لي نايس ويل اكزيكيوتد من طرف التيم ديال فوكس جيمينغ اكاديمي. كيدير واحد الضايب اللي كان افكتيف صراحه على ريوجين، غادي ياخذوا بالبليت الاولى بليت الثاني وغيحط واحد الافتراض واي نوت سكريزيو الفيرست تاور اللي غتكون لهم في هذا الجيم هادي. جليميش كحاول يدير شي ام اف اي تحاول يتفسل شويه على الاستاذ بوكس بوني، ولكن غادي يكون زينجيج من عند السبور لان فروزن جاي هذا بروم ديالو. سمعنا كيزين البروم هادي يخدم انمي تقول الامور بعد ما تحط لها هيرال الالتيميت ديال اش، ولكن على كيما غاديش يكاتشي شي حد التاور ديال ميد اللي مابقاش بزاف غادي يطيح من بعد ما تحط عليها الهيرال ديال فيغو. انا كنشوفو اخويا زاكيلر بلي عنده 100% كيل بارتيسيبيشن في هاد الجيم لحد الان، ديما عنده حركات وكي كيتفوق في داك الموفز ديالو كيجيب كيرز ولا اسيست. ديجا عطى واحد الليد شويه الكاسيبيا كتقدر تلعب مزيان. الطوب لين كنشوفوهم طام كاش لعب سوبر سيف وخا كاك المفارم اكثر من 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 كنار. سو طام كاش هاد الساعة لعب صراحة جيم زوينة. كيجو اللي كنا كنقولو زعما يقدر تكون عنده جيم صعيبة ضد كنار، ولكن عارف كيفاش يلعب الماتشاب ديالو. مرتاح لعب سوبر سيف ما كيقدرش يعطي كيرز تبش تقدر تجانكي صعيب الامور. وحتى في الفار هيز دوينغ جود. سو هذا هو البيرسونيس اللي تقدر توقعه من توب لين، هو انك تلعب سيف وتسكيلي ازوجو از بوسيبل وتبقى غادي حتى تكون شي فايت شي اوبجيكتيف تقدر تشوفوا التحركات ديال لي توب لين. سو انا كنشوفوا ديجا غريزا ولا كيتقدم على البوت لين، نقدر نشوف انا شي دايف وهنا نشوفوا سي سيت اب صراحه ما عرفت صراحه واش بغاو يضايفيو بصح ولا لا، ولكن اي جاتي تساري لي بات ايديا انا كوري غيخرج يحاول يدير شي ام في ا ولكن تيميت موجود سير موجود الاستاذ ريوجين فاضي صاب امر راه واحد طرف الاستاذ اكو كتسالي 1 فور 1 ولكن نيكي ما كيضحكش كيسلو الاستاذ بوكس بعد الدين زاو ديالو ولكن فرصنا حتى هو كيجون كيضرب كيدير كحل ستاك ولا ستاك ديال باسي فلاش اوت يسد من طرف الاستاذ نيكي ضامن منه كفري صراره موجوده من طرف الاستاذ لايك ستون وكاين فاينل كيل كتشي الاستاذ بوكس غادي ياخذها بعد الدين زاو ديالو نايس تي صراحه من طرف الاستاذ كوجو يجرب النوك اب ديالو بعد طام كينش تمام هاد الاسيست بالزربه ونايس سنايب اكش اللي طرافي سوك ويل بليد صح هكا سوك اللي كانت نص بوتياش لقات راسها فوز جوج ديال الناس بدات تجيب الكيل ديالها الاول على الرايز من بعد ما كان واحد تريد والتيميت اللي تحطها فقط على الرايز بات كان فول واب من طرف التيم وكان غادي يكون واحد فايت كان لي تي بي اللي تحطهم ذا تو توب لينرز وكان الكاتش ديال اش اللي تحط على الكنار وكان الكي اللي كيتلقى عليه. سو 1 فور 1 جيجي. سو هنا نشوفوا الرايز وكاسيوبيا الذي توجهوا للتوب سايد وغادي نشوفوا الكنار وطاهم كاش اللي غادي يلعبوا في الميد. صراحه الى جيت تشوف غادي تكون از ا جود ديسيجن. علاش؟ لان التاور ديال الميد الامرير ما بقاش بزاف طيح. حنا نشوفوا واحد الريبلاي اللي كان وقع، انا نشوف كاسيوبيا اللي شد الرايز حط عليه بيك دامج وخا كاين الكزين اللي حتى هو دي بي اس ولكن يقدر يجيب داك الكيل ديالو فور شور. كان هنا واحد كولابس على كنار تحط تستعمل هنا الفلاش ديالو ولكن شوف هنايا الالتيميت ديال اش اللي كيقدر يكاتشي وان مور تايم كنار ديال كنار والكيل اللي كياخذو زين زهر. سو يا هنا نرجعو كيف ما هضرنا على السواب اللي كان حضر دابا. ديجا كنشوفو بلي تو توب لينرز لاعبين مرتاحين ما عليهم شي بريشر، كنشوفوهم ديجا لاعبين متقاربين من ناحية الفارم ومن ناحية البوش. سو اتس ا جود سواب. هنا نشوف واحد تي بي ديال الرايز اللي غادي يتحط في البوت لاين. اورايت نشوفو شي ميبي شي تي فايت على هاد دريك. نشوفو ديجا فوكس جيمين اللي عندهم برايو يعني برايو
اوكي انا سابوكينغ ايش طرف باك تنسى موجود اسد موجود اسد زنكي يرجع طرف اسد اكو اللي كيدير بزاف ديال المسطره حتى من وايلينغ ايش باش طرف كوجو في باك لاين اف في 4 كوجو طوم كينس كيف صراحه طرف الطام كينج اوكي طوم كي كلشي هارت بريكر موجود طرف اسد زنكي لا ولكن سدوزين كيف طرف كوجو كي فلاشي اوت كيبقى هنايا 5 في 5 شي واحد مازال ما مات الوحيد اللي مات كان هو اللي كيبل نار ولي كاتشينغ ايش طرف اسد باك كيدخل كانوا قبدوا له اكو فدي صابوني شبيت كاسوبيا وغدا تموج كيف طرف كوجو حتى هو كيدخل باك لاين كيقالوا كابدير على سد ليميت وكاين فايل غادي يكون فلاش اوت نايس اي كيو من طرف الاستاذ ريوجي اللي غادي يقلب بزاف ديال الدبار في باك برك طرف سد كان كيقلب لاين في الازكار ديالو كي فايل كيل كتمشي البات بعدين زاو ديالو فاينلي ام ار ار كيربحوا الفايت اوكي ياخذوا الدريك ناري على فايت فايت اللي بدا في الدريك وصل في الميد لين عظيم عظيم اناليزو شويه هذا الفايت هذا كيف ما شفنا فوكس جيمين اللي بدات دريك كانت هي السباقه وخدات الدريك من بعد ما كان واحد تراي من كزيزها باش ياخذ الدريك ما تفوقوش ولكن كانت واحد فلانك مع طام كينش اللي كان طونكي بزاف ضيحوا بزاف ديسبلايز عليه كاسيوبيا شفت هدرت واحد الالتيميت ما قاس حتى شي واحد وتماك كانت ديسيجن من عند اميرير باش يتحركوا كان الالتيميت من عند رايز فول واو جابوا الكيل الاول الكيل الثاني جي جي والبيت الاميرير صراحه اللي خداو استعملوا الميستكس ديال الانمي ديالهم واستعملوهم لصالحهم و it was really really interesting الاميرير ودابا اللي كيتفوقوا ب 2000 difference ديال جولد 10 7 من ناحيه الكيلز والتاورز دابا اللي مازال ما شفناهم يطيحوا في دقيقه 16 ديجا البلايت مشاو سو ما غاديش نشوفوا شي بلايت شي افونتاج مرتاح ياب باكس لي الجولد ديف فلتنا راه صالح ام ار ار 2 كي جولد اللي يقدروا يضربوا بزاف ديال الحوايج صراحه باكس شنا دار واحد التيم فايت اللي نقدر نقول لك بيور ان بارفي كيدخل كيخرج كيطابور يجيب جولد رينكر كي هي لي ما خلى ما دار دار دماج انا كوجو كيبان يقلب شي كي دبل ستان من طرف الاستاذ اكوا بالتيم ديال واد كاسوفيا وهنا كيقلب لانه يدير دي بي اس مازال جوين الاستاذ زكي لاف باك لاين شي كوجو طرف كوجو بالاي ديالو طوكليس كبيره صراحه من طرف الاستاذ طام كاين شو معايا وان اتش بي كوجو اللي كيحاول يقلب على لاستيك لاستي حاضر من طرف الاستاذ اكوا ماكس رينج يا كاسوبيليت كانت واحد كل واحد كولابس عليه من طرف بروم وطام كينش ولكن الاكوا ما كيضحكش جاب جوج تو بيبل بالسان ديالو وبقى كي تيسي على هاد طام كينش وبقى كي طوبوريزي فهاد اللحظه شيت باش يمشي له حطات الكيو بطريقه زوينه عطاتو بوم سبيد وكانت لاسيت لصالح كاسوبيا كياخذ الكيل ديالو على طام كينش اللي ديسسبيكتا هاد كاسيوبيا اللي في عسل ما دايره خدمتها كانت باغي يتربصوا عليها ولكن حتى هي ما سهلاش جي جي والبلايد هنا نشوفوا ديجا يوكسينا اللي هاد الساعه هادي ما قدرش يتالق ديجا داير 0-3 من ناحيه الفارم ما بعد كنشوفوا من وايل الاش اللي عندها يوتيتي كبيره وجايبه ثلاثه الكيلات ثلاثه ديزازيست دايره خدمه زوينه جايبه الفيرست ايتم برزيركر بودز وكانت ترشي دابا الوايت انز ديالها مرتاح سو هنا نشوفوا ديجا السي اس بن مينيت كيمشي للريوجين فورتشور كيتبعو طام كينش فيغو وغنار كاسيوبيا اش سميرا غزين ولي دو سيبور رايت هنا الجول ديفرنس ستارز ديال الجيم اللي كان عند فوكس جيمينغ حتى الدقيقه 15 اللي غادي يكون في هذاك الفايت ومن تما اللي كيتحول من عند فوكس جيمينغ كيمشي لام ار ار كلان من تما نقدر نقول لك غادي يبدا سنوبول واي نوت اوريدي 1 كي جولد من بعد من الاستاذ اكوا يقدر يهبط ديك من ديك 2 كي رضاء ال1 كي من بعد ما يقدر ياخذ واحد الكيل على كوجو اللي كان فيه شات داون بعد طام كينش ديالو كانت دي صراحه هي اول ذات لهاد طام كينش اللي اندر استيميت صراحه الدماج ديال هذيك الخاصيه وكانت مفاجاه من طرف اكوا اللي كيبرني صراحه بعد كاسو ديالو تو ايتيمز اوريدي بليس تير ديالو اللي مازال كيستاكي فيها عنده زوني ديالو فور طوم بوزيشن في تي فايت وعنده ليوندري ديالو اللي يقدر يبرني بيه لي طوم يقدر يمات لي بيه حتى شي اي اوبجيكتيف كاين في هذه الجيم هذه من وايد ليميت يحاول انه يلعب الراوند وانه يشضوي اكوا بكاسو في ديالو كوجو اللي عارف انه راه كاين انفيدر في البوت سايد زانكي دا حتى هو اللي كاين في هاد البوت سايد هادي دونك اربعه الناس من طرف فوكس جيمينغ اكاديمي اللي كيحاولوا يلعبوا راوند البوت سايد كيحاولوا يسكريزيو فيجن هنا فروزن يلاه جايب التويبر ديالو دونك غادي يحاول انه يكليري فيجن يحاول يحط بين كوارت يكليري لي واسك هنا وسط جانجل ديال الاستاذ باكس باش انه يقدر يتحرك في جانجل ديالو على راحته عندك هنايا لي دو تيم اللي كيلعبوا على هاد دريك ديجا دريك مابقاش بزاف 6 سكوند غادي يهبط انا كنشوف ديجا تي بي ما عندك نار اللي كتحط
في الأولي يا ما بقاش ماشي حتى كانت فايت عارفه شوفوا تي تي بي اوكي جاش تصرف في ست جيمز لو كان موجود على ست فروزن شي ماشي طرف البرومي غادي يقاش لكم نوكا في الباك لاين وما بيشو ماشي انجيش كان طرف تيم ديال ام ار ار ولا لا ليت سي اوريدي اكو عندك كوكر ديالو ستاك بدل كاسوبيا ديالو اوزان كيلر انسنت كيبدا انفيرنال دراي يعني اذا شفنا برومي مشى للالتيميت ديالو سو غادي تكون قضيه شويه صعيبه بات وي ويل سي الاكزيكيوشن ديجا كاين اش في الوراء ما غاديش يكون شي كونتيست فور شور والثاني دريك التالت دريك هاد الجيم هادي اللي غادي تسمى تاني دريك الفوكس جيمين انفيرنال غادي تسمى سيكوريشن ديالو غادي تسيكيرا وغادي يكون تشي كونتيست عليه صوم مرتاحين مرتاح ودابا الجيم اللي صراحة كنشوفو الافونتاج ولا البريو غادي فوكس جيمين الجود 2K ولات دابا 1K سو فوكس جيمين غادية وكترجع مرتاحين سو انديت معلم اخي سيكوريشن كلشي ديال بزاف هادشي اشوف انا عندي شي كلمات كنخرج من راسي انا عندي اللغه ديال سيك وورد انا جاي من سيك وورد كنجي في اللغه ديالي تمناكم تفهموا شكرا ليتس جو جايز تو ديفاين سندر تيم ديال فوكس جيمينغ اكاديمي غيكون ايفيكتيف بزاف كونتر طام كانش كونتر سين صاحبتي ولي كيبيدي شويه لاش بي ساره كيج غتكون هي ثاني ايتيمز عند بوكس في هاد الجيم هادي ويتس اند كومبليتد من طرف الاستاذ ايسوكا اللي غادي يكون ايفيكتيف بزاف صراحه كونتر كاسوفيا لا يغاس مخر غادي يكون تارغيت ديالها هو يسوكا مي بون ستيل لا غود باي صراحه بالنسبه لاش كيعطيها بزاف من سبيد بزاف ديال الاتاك سبيد او بزاف ديال الاد سويس اللي غادي يكونوا كاملين مفيدين على حساب اش يوكسنا في ميدلين كيتمسل شويه على فروزن او على الاستاذ باكس كيبوكيم شويه بالسميره ديالو عنده نيجا طابي عنده سيرات عنده الشيت بو ديالو وعنده الايتم ديال اللي طالع تي مي بيمشي على كونكر مي بيمشي على كوليكتور اس سيكند ايتم مي بنشوفوا شي ايتم اخر ليتس يا ليتس جو ديجا دابا غادي نشوفو الفولو اب ديال اميرير غادي يفوكسيو لهاد الثيرد تاور فهاد الجيم بعد ما خداو تاور في افري لين دابا نعطيهم مور كنترول ماب فهاد الجيم تحلت ليهم الميد والبوت والطوب سو غادي يتحركو مور فري اورايت سو هنا نشوفو ديجا الطوب لينرز كيترجعو للطوب لين ديالهم مابي نشوفو انا شي فيجن على هاد البارل اللي كنشوفو جليميتش كيتقدم وانا كنشوف الاوراكل اللي تحطم عند البروم باش يكلير هاد الفيجن طام كاش ما كيبانش كاين البينك وارد اللي نشوفو شي كاتش على هاد راكان كيسمع الدبليو ديالو باش يهرب كيعاود ليه هاد الطام اللي موجود من طرف الاستاذ كوجو انستو كريستال ار او انستنت من طرف الاستاذ اي سوكا شوت كومبليت على كليمش من راكان تي بي موجود بداتنا دبل تي بيش معي جيمت حدا سوكا دبل تريبل مان ثاني سلام اكو اللي كيلقى تجي في باك لاين وكيغلي فلاش اللي ستان موجود من طرف الاستاذ باكس وفلاش حتى ولا غادي يحاول يستاكي باسيف ديالو اكو يقرا سو ان في فور في باك لاين فلاش نوطا تاعك ضرب نفس الدوك توك بحضر ولوطا داك الاخرى ديال الاستاذ ريوجين غادي تقال كي على اكو اللي غادي تي بي غادي يموت ستون اربعه اوف الاخر بزاف الوقت باش انه يموت اليوم صابوك من طرف نيكي اوت اوف رينج الدراغون بيت ولكن كاين زكي حتى هو كاين اوكسينا حتى هو 3 فيرسس 5 من تيم ديال ام ار ار واش انهم يقدروا واش فوكس جيم اكاديمي غيقدروا على انهم يديروا شي حاجه ولا لا يجي دير ريوجين باش انه يدي اكوات باش انه يحاول يزونيم اوماكس هارت بريكر موجود من طرف زانكيلر نو كابيس من طرف باكس وصا ستيل زانكيلر سلام بالستيل يوكس انا كيدخل من تيم ديال كبراكشي البو ديالو ولكن غادي يكون ديزيكيت مباشره زانكيلر يو اون ذيس سي جي ويل بيت ماي مان نايس سيلك شلي خطير جدا خطير جدا هاد الستيل هذا اللي غادي يزيد يتمبوريزي الجيم لصالح فوكس جيمينغ اكاديمي من بعد ما تسلم واحد التيم فايت كان ريلي هيوج لصالح ام ار ار كان واحد الفايت كانت كاسبي اللي حطت بالتربي شدت ثلاثه ديال الناس ولكن ما حضرتش ما لقاتش مع الفلو لان طام كينش ديجا كان شد معاه اربعه ديال الناس ديجا اربعه ديال الناس كيتفايتيو مع طام بوحدو وكاسبي اللي كانت ريلي فرونت لاين اكثر بلاك تي بي ديالها سو حتى واحد الاش التيميت اللي شفناه تحط على راكان ات واز انستنت ما خلاتش شوف شي فين يهرب ولا يتزعزع سو جي جي ويل بلاي كان صراحه تين فات وير تخدم من طرف اميرير ولكن هذا السيل هذا ديال زانكيلر غادي يقلب الجيم كسر وكسر انا الصراحه كنت كنفليمي زانكيلر شكل لاعبين ديك النار فليكس مع باغوزو والشباب ولكن نقدر نقول لك نيفر مايند هاد زانكيلر انا احتراماتي على هاد السيل هذا جري هو البلاي سيف التيم ديالو وقت اللي كون خداتش امير هاد الدراغون هاد البارون هذا كانوا يقدروا يساليو الجيم ولكن زانكيلر كيقول لي لا ما غانديوش الجيم دابا مازال نشدكم معنا واحد شويه واي نوت ديروا شي كومباك هي الريبلاي خيسيك وعلاش نطرا انا كنشوفوها بيان سور انا نشوف كاسوبي اللي كتبقى فوسط ديال الناس وديجا هنايا ثلاثه ديال الناس اللور اللي بقاو مع طه مكينش ما قدرش يتوصلوا ولا يقدروا يعاونوا كاسوبيا وكاسوبي كتلقى راسها فواحد الوضعيه اللي صعيبه باش تخرج منها
صونا كيبدا البارن وشوف هنايا زكي لا كيفاش تحلل بالصبر وبقى كيساين حتى الوقت المناسب باش يسامي الالتيميت ديالو باش يدخل ويتم ستيل. هنا شوف الالتيميت دخل والبيك سمايت من طرف زنكير اللي قدر يسيكيري هاد الشيء هذا. وانا في البريزنت ديال الجيم كنشوف واحد الفايت هائل اوكي ساين جيج من طرف سيركلي ميز دبل ميستر من طرف اكوا اللي كيقدر يضم صراحة شو معين جيج من طرف سيركس هنا يحاول يقلب الانفيراتر كي تشوت اسد كوجو وما اعتاد اسد فاكس تشاوش معين جيج من طرف برشا من طرف كوجو كيدخل باك لاين فرازا وشوف طرف سمير كيحاول يفسد شوت داون 1000 جول كتشي لسمير هذه من وال بوك حضر على ريوجين انجيج برشا من طرف اسد زنكير اللي عنده ريزيد ديالو الثاني فدلتنا انجيج من طرف نيكي اللي حاول يلقى شي يحاول يلقى شي سلو بهذا الكيو ديالو ولكن غادي يكون ديزنجيج فرونس اللي كيسلو بزاف اوغلي ميشيو كيحاول يلقى شي نوك اب على هذا اسد فاكس اللي غادي يقاتل الناس اللي حيين من طرف تيم ديال MRR واش نشوفوا شي سيلك كان طرف الاسد فاكسور ولا ولكن محال انه غادي يطونطي اكان فاكسور يبقى ديالو غادي يحاول انه يلقى شي انجيج ولكن نيكي كيتسناه لي تشيب دبليو ولكن غادي انجيجي نايس نايت اون فايت طرف اسد سانكيلر وفري كيل كتمشي لاكوا بهذا الكاسيو ديالو. جو بلايد كان فايت وير اكوا اللي دار واحد التيميت زوين كان فولو اب وكان ذا جود فوكس على الرايز وكان على كزين وطام كاش خلاص اللي حاول انه يكون ذا تانكنس في فرونت لاين مزيان ولكن تا هو كان ضحية في هاد الفايت هذا مرتاحين. وهنايا كيمشي لهاد دريك الفوكس جيمين اكاديمي كيسيكيري يوصل بوينت ديالهم والنيكست دريك الى تسيكيري من طرف فوكس جيمين غادي يكون عندهم السور ديال الانفيرنال اللي غادي يعاونهم كسر وكسر في الدمج. ورجيتي والبلايد فوكس جيمين وهادشي كامل راجع الزانكيلر اللي دار داك الهيوج هيوج سيل اللي خلال الجيم زيد تكمل وزيد تلعب وزيد تطوال ودابا غادي نشوفوا فوكس جيمي من بعد ما خدات هذا الافونتاج ولات هي اللي عندها 2K جولد ديفرنس من بعد ما كان بعد ما كان ليد عند MRR. شوفوا فوكس جيمي كيفاش غادي تتم واش غادي تتم الحفاظ ديالها واش تحافظ على هذا الليد هذا ولا غادي يكون شي ترو وي دونت ثينك سو ولا غادي نشوفوا شي حاجه مع MRR اللي تقدر ترد الاعتبار وتقدر ترد الليد ديالها وتربح هذا الجيم. سو هادشي هذا الشيء اللي نقدروا نشوفوا ان شاء الله. هنايا البارون ما يبقاش بزاف واحد دقائق وغادي يعاود يطلع نقدروا نشوفوا شي فايس كبير عليه نقدروا نشوفوا شي ستيل واحد اخر ولا نشوفوا شي ايزي بارون ويزاوت كونتيست بات من هنا لتماك وي ويل سي شنو غادي يقدر يكون في الجيم بلان ديال هاد التو تيمز. صافي هنا كنشوفوا ديجا الرايز والكزينزاو اللي غادي يتوجهوا للطوب لين معاهم بروم كيشادويهم غادي يفكروا انهم يكاتشيو سموان الى جا باش يقرب الفان. شوف كيفاش كيتربصوا MRR حاسين بالخطأ وكيفكروا انهم يلعبوا على الكاتش غليميت كيتوش ليري غليميت كيتلوكا وكيتستونا وكيتشوف نوكابا والكيل كيتشوف الاستاذ بس كريستال ارو من البوت لين من الميدان بغيت نقول من طرف الاستاذ ايسوكا ولكن ما غاديش تقيس شي واحد اكو عنده سايد ستيب دم دونك مرشح انديد. انايا غليميت اللي حاول انه يدير شي حاجه حاول انه يشوف شنو كاين في ذاك البوشس كان حاسب شي حاجه ولكن الكالتش كان قوي بيان سير الكومب ديال MRR كيف ما قال ديمازيكو كومب ديال كات سو علاش داك السيسيشن اللي عندهم ما عندكش شي فرصه انك تهرب سو داكشي اللي كنا شفنا غليميتش واخا مطونكي ولكن اتس هارد باش انه يدير شي حاجه. اوكي انا نشوفو تيميتش اللي كيحاولوا انهم يدير فقط اي ديفانديو يساينو الحضور ديال الراكان بعد ما كانت كاتشا. سو هنا البلو تيم وشوفوا الاتش اللي كتواجد في واحد الوضعيه ومع بروم كيبيلي وهنا نوك اب من طرف سيد فروزان غليميش كيدخل باك لاين كيلقى شارم كيلقى نوك اب تيمات حال من طرف سيد اكوا كيقلب على وسادي سوكا في باك لاين وطاق مراد طاق حضر طرف الاتش تيمات حضر طرف استاذ زكيلان ليه القرا سوانا في باك لاين كوجو طوم جريس كبيره دو في فول في باك لاين استاذ بوكسي كيلقى شي نوك اب تو واك جوجل نيكا في مور توب بوزيشن كريستال راه حضر طرف استاذ سوكا في باك لاين وكاين جيم تيم تيمات تيم فايت مازال موجود كي كانت في سوكا والكي تيري كانت في الاستاذ زكيلان اللي كانت برشا طرف يوكسي اللي كيدخل باك لاين اف بي ام مع الاتش وفاي انفر لا داكر كوين بر وكياخذ الكيت شات داون ايزي لسمير هادي على يسوكا او 441 442 اي جيس الناس اللي ماتوا طرف فوكسي اكاديمي اللي هو البيض داكشي اللي يقدروا يساليو شي جيم يقدروا ياخذوا انهيب ميسي صح. هاد الفايت هذا لو كان تشوف ريبلاي نبغيك تركز على ريغو كان دار واحد اكزيكسيون زوينه كان واحد الفلاش ايلز من طرف كاسيو ولكن ما قدرش يشد به الاش اللي لعب بواحد بوزيسيون واعره ولكن دير زلو ويفيكو كيفاش كيقدر يقدر يزيد يعيش وسرفايف من بعد ما كيقتل شي حد بالباسيف ديالو راه اتس سو هيوج اتس سو هيوج جيو البلايد
هاد الفايت اللي كيسالي 4 كيلز 2 1 لصالح فوكس جيمين اكاديمي كيقدروا انهم يبوشيو تاور في الميد لين وما كيقدروش يكملوه حتى حتى الانيب كيبدلو انهم يرزيتيو خداو جولد خداو اتيمز سو انا كنشوف اللورد دومينيك كيتحطم عند عند كاساميرا ديجا انا موريلو كيتحطم عند كاسيوبيا ومور ايتيمز من عند الاذر تيم سو البارونش اللي كيتحط وكيحضر في هاد الجيم كيعاود يعيش وهنايا دريك اللي غادي تكون عليه شي بلاي فور شور اللي مبقاتوش بزاف 20 سكند تو تيمز اللي كيفكروا انهم يحيدوا الفيجن ميبي نشوفوا شي فايت قبل ميبي نشوفوا شي فايت حتى يكون دريك سو وي ويل سي فوكس جيمين كيفاش غادي تتم هاد الفايت هادي واش غادي ياخذوا السول ديالهم غادي يكون انفيرنال وغادي يزيد يعطيهم افانتج في الفايت وفي الدامج ولا غادي يكون شي سول بوينت لصالح اميري سو يا هادشي اللي نقدروا نشوفوا لسي لسي نشوفوا صراحه شنو نقدر يعطينا هاد الجيم هادي اللي غير بواحد الفايت هذا غادي ياخذ اللي غادي يربح هاد الفايت هذا غادي يقدر ياخذ بالنسبه لفوق زي ما كان غادي ياخذ السول و بالنسبه للاميرير غادي يقربوا السول بوينت ديالهم ما يبان لي صراحه مراد تريك هذا غادي تسالي الجيم حتى التايمرز دابا كبر بزاف اغلبيه الدراري دابا فاتوا نيفو 15 في الليفل سو دابا اللي مات تكون عنده اتليست واحد 35 سكوند ديال التايمر انف باش انك تقدر تاخذ انهيب انك تجوج تاور نيكسوس انك تقدر تسالي نيكسوس واش غادي يقلبوا على 5 في 5 واش غادي نتريديو بارون اشور بالسول واش غنفايتيو على السول واش غنكونوا 5 في 5 شكون اللي غادي يربح هذا التيم فايت هذا شوف يا الفايت هذا غادي يكون مهم بزاف يقدر مثلا اللي غادي يربحوا غادي ياخذ واحد ادفانتج كبير سبيشلي الا ربحات فوكس جيمين غادي تكون الديريكشن ديالها هي نوكسوس غادي يقصدوه غادي يبغيو يسالي الجيم فور شور ولا غادي تسمى شي حركه انيب بارن لانهم ديجا عندهم الميد مفتوح ما كاينش تاورز كاين انيب غادي تخد انيب تشوف شي ديريكشن على البارون ولا غادي تشوف شي اميرير اللي تقدر تربح مثلا الفايت وهنا غادي نرجعوا للجيم باش نشوفوا ونشوفوا الحقيقه ديال هاد الفايت كيفاش كاين الميغا فورم استنى لا سيرفكس شي نفس سي موجود على باكس اللي استنى موجود طرف ستاكوا على برازن فاضي صاحبي اللي كيدير شي ديالو كيدير سولار دير فماشي جاب انترست ديك كيحاول يقلب على ريوجين ويسوك في باكين كيسلوي كلشي بدبليو ديرو فاينلي سول ديال هاد الجيم غادي يمشي لفوكس ديما اكاديمي غادي يكون سيكتور فورتون طرف السيفان كيلر سمايت ديالو كيدير الهاش بريكر فور اكس راه دامج ويل بلاي انديد هنا نشوفوا الفايت اللي مشى لفوكس جيمين كانت واحد الكاتش اللي كاتش به الميغا فور جنار كاتش به اي ثينك جيزاو وكان سكند كيل على بروم اللي حاول انه يهرب ولكن شيز كان قوي خصوصا بالالتيميت ديال كاسيوبي اللي تشد به سو جيجي والبيل هنا غادي نشوفو فوكس جيمين اللي غادي يتوجهو ديريكتلي للبارن باش يبداوه مرتاحين ودابا غادي يكون سول لفوكس جيمين وبارون ناشر سو هادشي كامل كيمشي لصالح فوكس جيمين وغادي يزيد يعطيهم داك الادفانتج وداك النغزة اللي محتاجينها باش يسريو هاد الجيم هادي ليتس جو غادي نشوفو دابا رام كيتش اللي سبيد بوشي في البوتلين كيحاول انه ينقص من الجراح وما يخليش ان الويف تزيد تقرب للبيز ديالهم وهنا فوكس جيمين كنشوفوا كاتفوكسي هاد الطوب الريس كيتواجد في واحد السايد من جهه اليمين باش يدير شي فلانك ولكن كيتسبوط من طرف جليميت جيب نوك اب ديالو كينسلو موجود صراحه نيفر فورس موجود من طرف هاد الريس مع النوك لوك داون موجود ويش من طرف هاد الريس هذا ولكن غيتستنى الاستاذ زانكيلر كياخذ كيل بالفيغو ديالو ونقدر نقول لك فوكس جيمين اكاديمي غادي يقلبوا على انهم يسالوا الكيف في دقيقه 32 19 كيل 16 كيل 4 ديال دريك صراحه فوكس جيمين اكاديمي وكان كيقول باقي يحاول ينقص التان ديالو جليميش دبر نوك اب سلام بدر راكان وفيرال داكر من طرف ستاديو اكسينا فيرس كي كتشي اكوا سكند كيل كتشي الاستاذ نيكي باد جنار ديالو في التوب سايد اوف ميموايل صافوكيس على هاد الانيب توب ولا الانيب الميد غير فتوت لي سينيب عندهم بارون باور وغادي عندهم انهيب بوسه صراحه بارون باور فلاك يبقى الاستاذ يسوكا بوحدو جابين طرف نيكي يحاول يقاش ستونيجمنت موجود على الاستاذ كوجو صراحه بعد طام كينج ديالو لعدو الاو ديالو غيحاول يتشيل داياس كيتشيل بزاف ولكن ما عندكش فين تمشي اخي كوجو وين هذا جود نايت ويل بلايد فوق زيما اكاديمي كيربحوا اميرير جي جي ويل بلايد فوق زيما كانت جيم صراحه متقاربه خصوصا في الاول كانت كتمشي من فوكس جيمين لاميرير الفتت ديال الجولد كان كيمشي ديما من عندهم كيلعبوا به التنس ولكن كان البراند ديال ستيل من طرف فوكس جيمين اللي قلب المباراة هذاك ستيل اللي كان دارو زون كيلر تخدم بطريقه زوينه وخلى فوكس جيمين تقدر تمبرزي كثر وترجع في الجيم بعد ما كان واحد ليد عند اميرير
سو هنا ميبي نقدر نقول لك MVP ديال الجيم هو زان كيلر اللي كنا شفناه في واحد الوقت ديال الجيم كان عنده 100% كيل بارتيسيبيشن كان كيتحرك بطريقه زوينه فعطى بزاف ديال الانفيتاج للتيميت ديالو سو نبغي نشوفوا شكون الام في بي شنو بالك انت في الام في بي انا اشوف لك الام في بي الجيم ياخذ شي واحد ياخذ جليميتش فور شور زعما جليميتش يا جليميتش براكان ديالو ديال الجيم دار داكشي اللي ما كيدارش هي بلايد فيري ويل لعب الراوند ادي سي ديالو يوكسن حتى هو اللي شفنا كي ميس بلاي واحد شويه كيزيد القدام اكثر من القياس مي بون اندر استيميتد صراحه الباور ديال الشامبيون ديالو اللي كان بيهايند كايند اوف واحد اللقطه من الجيم ولكن وانس دار ديك ام في ام عايش وقف باكلين اختل كيل وهذيك الساعه نقدر نقول لك اكتيفات عليهم ديك سامي راه بليوتيات وداكشي كامل اللي كيحتا هو اللي هدي دويل صراحه هذا الجيم كنار ديالو في الطوب ماتش بزاف ماتش ات اول زعما في اللين ديالو واخا ما خداش شي كيل على كوجو ولكن بقى يوزفول بالنسبه للتيم ديالو في التيم فايت زان كيلر حتى هو اللي هي بوب دوف وكما قلت لك كيتسال الام في بي هي بلايد فيري ويل سي ديالو هو اللي خلى التيم ديالو الناس تبقى في هذا الجيم هذه اكو حتى هو بكاسيو ديالو اللي هي بلايد ريلي كلين بات شامبيون اي نيفر سام اكسبكت انك تشوف اكو لاعب كاسيو ولكن يا ويل بلاي داكوا ولي في بي ديال الجيم موست فاليوبل بلاير غادي يكون هو الاستاذ زانكيلر فور شور كادي ديالو 509 بيرفكت كادي 64% كيل بارتيسيبيشن يقدر ياخذ ربعه ديال لي دريك وبارون التيم ديالو اجي ويل بلايت نقدر نقول لك زانكيلر ويل ديزيرفد ويل ديزيرفد الصراحه ويل بلايت قلت لك كش اللي الفوكس جيم اكاديمي قدروا لانهم يربحوا ام ار ار وهارد لك الام ار ار حيت خسروا دابا ام ار ار غادي يكونوا هما 70 فوكس جيم هما 60 وراهم اوراكل و ستاندين راه ستاندين راه غادي اي هوب نشوفوا ستاندين بعد ما تقادوا من بعد مساله لي جيمز اليوم ما عرفتش نقدروا نشوفوا ستاندين بعد مساله لي جيمز اليوم ولا لا مي بون اي بليف بلي غادي يكون عندنا التبائل توارق هما الاولين وفي السبوت تشالنج غادي تكون عندنا ريفانج مورا ريفانج كاينه ستارداست كاينه اوراكل اوراكل كاينه فوكس جيمينغ ام ار ار و فوكس جيمينغ ام ار ار والاخرين هما سيستم فاير اللي باقي ما عندهم حتى شي وين يس كانوا صراحه هما لي دو جيم اللي كانوا عندنا اليوم جوج البلاي تيمز اللي ربحوا هارد لك لي تيمز اللي خسروا سيك بوي كلمه اخيره it was fun هاد تو جيمز وماشي غير fun it was really interesting شفنا بزاف ديال الحماس وبزاف ديال التنافس بين هاد ربعه ديال تيمز تبارك الله عليهم يا انا شفت ستاندينغ اللي ميساج وراس او دا ستاندينغ ابديتد كتشوفوا الفيرست بليس اللي كيمشي فور ريفنج اي سبورت سيكند بليس تورك اي سبورت سيكند ثيرد بليس بلاكلوسيس وغادي يكون كيتابعوا ستارداس فوكس جيمينغ كتطلع المركز الخامس ما كتبقاش في السادس سو اوراكل اي سبورت كتهبط المركز السادس واميري في المركز السابع وكتبقى في المركز الاخير سانسيت اون فاير ياب كان هذا هو ستاندين بعد ما سالوا لي جيمز اليوم جد لي جيمز راه اللي كانوا انتونس ما كانش هارد ستامب في لي دو جيمز زعما كانوا دي جيمز اللي متشادين اللي تيم فايت في الجيم الاول اللي كانوا طوال بزاف في الجيم الثانيه نار ما كيموتش وطام ما كيموتش وراه متكاستي راه متغوت على شنو كيطرف لي تيم فايت يجيو البلاي لي تيم اللي ربحوا هارد لاك لي تيم اللي خسروا اي هوب دريف شات يكونوا انجويو معنا لي جيمز اليوم الكاس وداكشي كامل تاك يو سيك بوي فور بين هير ونشوفكم نهار الجمعه ان شاء الله كاينه جيم اللي عجب بزاف ديال الناس تبع الكونتر تي ار جي تهلاو ليا فرحكم